أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية، ورفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى على أن يتم تكثيف الانتشار الأمني بمحيط لجان الانتخابات وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة. جاهزية واستنفار أمني بين صفوف أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية وكافة مديريات الأمن استعدادا لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية، حيث رفعت الوزارة استعداداتها إلى الدرجة القصوى لتنفيذ خطط التأمين الموضوعة والتي تسهم في بسط الأمن والنظام وتوفير أقصى درجات الأمان للمترددين على لجان الاقتراع خلال الثلاثة أيام المحددة لإدلاء الناخبين بأصواتهم على مستوى الجمهورية. القوات المكلفة بعمليات التأمين مزودة بكافة الإمكانيات اللوجستية والتقنية والمركبات الحديثة والعناصر المدربة لتتمكن من أداء المهام المكلة إليها بفعالية واحترافية، وبما يمكنها من التصدي لأي مخالفات أو خروج عن القانون. الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية تعتمد على الانتشار الأمني المكثف والفعال والذي يراعي الأبعاد الأمنية بمحيط لجان الاقتراع بكل المحافظات وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، بما يمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مع الالتزام بالأبعاد الإنسانية عند التعامل مع المواطنين. بالتزامن مع تأمين لجان الاقتراع سيتم تسيير دوريات وأقوال أمنية على مدار الساعة بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية لمتابعة ورصد الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع أي خروج عن القانون. خطة وزارة الداخلية تعتمد على وضع خدمات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية، وكذا نشر الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع التكدسات، خاصة بمحيط اللجان العامة والفرعية. سيتم متابعة ورصد الحالة الأمنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، والتي تتواصل مع غرف العمليات الفرعية بمديريات الأمن والخدمات الأمنية المنتشرة بالشوارع والميادين لمراقبة الحالة الأمنية على مدار الساعة ورصد الوضع الميداني وتوجيه القوات إلى أماكن البلاغات. هذه التجهيزات الأمنية والاستعدادات من قبل وزارة الداخلية لضمان سير آمن لعملية الاقتراع دون الإخلال بالقانون والنظام، وتؤكد على استمرار نجاح الوزارة في تأمينها الاحترافي لكافة الفعاليات الوطنية. هي كانت ماشية كده، بس أنت قررت إنها تكون كده وكده.
انت عارف قيمة حفاظك على بلدك، انت متأكد انها تستاهل الأحسن، وعشان كده خدت خطوة لقدام. الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة انت هتمشيها.